السلام عليكم، والله كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد دائما على قناتنا وقناتكم التخفيضات ساره، وديما مع الهميزات وديما مع التخفيضات. جبت لكم اليوم دي بروموسيون اللي ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يجيو يزورنا في المحل فاكيد مرحبا بكم. المحل راه كاين في مدينه تماره بعين عتيق بحي المنزه قرب التجاري وفا بنك. اللي كتجي من جهه ديال تماره فوتو التجاري وفا بنك اللي كاين في عين عتيق والدور الاولى على يدكم دليسر. والناس كيكونوا جايين من جهه ديال الصخيرات فوتو المحطه ديال الافريقيه اللي في عين عتيق والدور الاولى على يدكم دليمر، ان شاء الله غادي تلقاو المحل. والناس كي بغيو يكومونديو بعد راه تقدروا انكم تكومونديو غير عبر الواتساب اللي ديما كنخلي لكم هكا على الشاشه. تواصلوا معايا وكاين كذلك حتى الانستغرام والتيك توك، راه هو داك الاسم اللي كنخليه لكم. تواصلوا معايا ان شاء الله باش نعطيكم جميع المعلومات. وحتى الناس كي بغوا لو ثيرموميكس الكوبول ثيرموميكس فراندر اول كلاد راهم كلهم كاينين عندنا سون بلاص في المحل، ولا بغيتوا حتى نقدر نجيبهم لكم هكا في اي بلاصه كنتو في المغرب وخلاص. هو كتكون فيه فورماسيون وكذلك حتى لا ليفريزون غراتويت، وكذلك حتى فيه دابا حاليا دي بروموسيون لي زوينين. تواصلوا معايا باش نعطيكم المعلومات اللي كتخص هكا ثيرموميكس والكوبولد. والناس كيسولوني دائما على التوقيت الرمضاني، محلكم تخفيضات ساره راه مفتوح يوميا من 11 حتى ل 5 ديال العشيه برمضان. ودابا نزول عن طلبكم الناس اللي بغونا انا نقول نحلوها حتى مور الفطور في هذه الايام ان شاء الله المتبقيه، راه غادي يكون ان شاء الله محلكم تخفيضات ساره مفتوح كل نهار من 9 حتى ل 11 ديال الليل. راه ان شاء الله غتلقاو المحل مفتوح، تجيو ان شاء الله وتشرفونا بالزياره ديالكم من 9 حتى ل 11 ديال الليل. مرحبا والف مرحبا بكم كاملين. وبلا ما نطول عليكم ندوز ان شاء الله لاول هميزه كتجي اليوم. نبداو اول حاجه ان شاء الله بهاد لي عشوائي هادو اللي كيجيو بحال هكا. هاد راه شحال نتوما كتسناهم يجيو للمحل واخيرا دابا راهم متوفرين. الوغ بالنسبه لهادو اول حاجه كتجي فيهم 3 ديال السرعات. شوفوا غير اللوينات ما شاء الله ديالهم كيجيو زوينين بزاف، فيهم اللون الازرق فيهم اللون الاسود وفيهم كذلك حتى اللون الاخضر. وبالنسبه لهذوك اللي كتجي فيهم 3 ديال السرعات الاولى الثانيه والثالثه كيجي الموتور كله بلينوكس، كيجي فيهم 1000 واط. وبالنسبه للناس كيتسالوا شنو كيجي معاه، اول حاجه هذه بالنسبه للغلاقه ديالها كتجي فيها هنايا هاد الجلده هذه باش الا كان هكا شي سائل ولا شي حاجه فهو ما كيخرجش. هادو هنايا جلدات اللي علاش كتحطوا لي بول، راه كيجي فيهم زوج ديال لي بول وكل بول فيهم فيه 3 اطرو، كاين فيها بول ديال الزاج وكاين فيها بول ديال الاينوكس. وكتجي فيها زوج ديال هاد المماس هادو اللي كيجيو هكا على 4، هذا كيجي هكا ما مركبش واحد كيجي هكا معاها مركب كيجي لها. هذا كطحنوا به اي حاجه كتكون طريه بحال مثلا الربيع البصله الخضروات وداكشي كامل كطحنوا بهذا اللي كيجي على 4. كتجي معاها كذلك حتى التراب كيجي على هذا الشكل، كتجي معاها لا سباتول كتجي بحال هكا، كتجي معاها هذه كتجي كتقشر هكا الثومه وكتقشر كذلك حتى تفرك اللوز، كتجي عمليه بزاف. وكتجي فيها كذلك هذه اللي كتفرقوا بها البياض على الصفار. بالنسبه لهذه هنايا فوالا كيجي على هذا الشكل، هذا البول ديالها كيف كتر كتجي كيهز هكا 3 اطرو. وهذا هنايا البول ديالها ديال لينوكس حتى هو كذلك كيهز 3 اطرو. وكتجي فيه كتجي معها كذلك جوج ديال الماس اللي كيجيو على زوج، هذوك كطحنوا باي حاجه قاصحه بحال الكفته مثلا وبحال كذلك اللوز، راه كتجي عمليه بزاف في الخدمه ديالها. وني المسمار ديالها راه اللي كيدار في هذا البول ديال لينوكس هو هذا اللي كيجي في هذه البلاصه هذه، ها هو هذا فوالا كتجي على هذا الشكل هذا. وهذا الشيء كامل جوج ديال لي بول ديال 3 اطرو وكذلك حتى 3 ديال السرعات و 1000 واط. الثمن ديال هذا الشيء كامل غادي يكون ان شاء الله غير ب 220 درهم عند محلكم تخفيضات ساره. ساريو باش تستافدوا ان شاء الله من هذا العرض، هذا راه العرض محدود. وكاين كذلك حتى هاد الكؤوس هادو، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجيو. هادو جديد محلكم تخفيضات ساره، شوفوا الشكل ديالهم دابا غير حطيتهم على بهاد الطريقه تحطهم ما شاء الله بالشكل اللي بغيتو. وهادو راهم كيمشيو لواحد، تقدروا تاخذوا هكا واحد بحال هكا ولا تقدروا انكم تاخذوا منه هكا 6 شنو ما بغيتو. وجبنا لكم فيهم كذلك حتى اللوينات، كاين فيه هاد اللون هذا كيجي بحال لون ذهبي، نتمنى يكون واضح بحال لون الماغون كيجي على هاد الشكل. واللي ديالهم كلهم كتجي هكا بهاد اللوين هذا. كاين فيها كذلك حتى هاد اللون هذا الكري، شوفوا ليا ما شاء الله شحال كيجي زوين. الكاميرا ما كتعطيش حقه ولكن راه ما شاء الله كيجي زوين بزاف في الحطه، كيجي بحال الكولور ديالو فيمي فوالا. وكاين فيها كذلك الكولور ترانسبارون، اللون كيجي هكا سامبل هكا في اللون الابيض. بالنسبه لهادو راه كيجي الثمن ديالهم ب 25 درهم، 25 درهم عند محلكم تخفيضات ساره. وهادو سريعوا باش تقدروا انكم زعما تاخذوا منهم هكا ان شاء الله اللون اللي بغيتو بالعدد اللي بغيتو، 25 درهم فقط. بالنسبه للبلاطو اللي حاطه فيه هو كذلك متوفر في المحل، كاين كيجي على هذا الشكل هكا في الشكل الدائري، وكاين كذلك حتى فيه اشكال اخرى. ان شاء الله مرحبا بكم المحل، وانتم ديك الساعه تقدروا تختاروا الشكل اللي بغيتو. بالنسبه لهاد الكؤوس هادو تقدروا انكم ترافقوهم مع هاد لي كغاف، راه كاين فيهم حتى هما كذلك شكيلات. كاين اول
موديل هو هذا، راه اللي راه كتجي نفسها هي هذه اللي في هذا، وكل الالوان كاملين راهم كيجيو معاه، حيت هو كيجي لون ديالو ترونسبارون. دونك تقدروا ديروا مع ديروا معاه اللون ترونسبارون الابيض، ديروا فيه هذا اللون هذا الدوري او اللون الغري، كلهم كيجيو كيتواتوا معاه، حيت اللون ديال الايد كتجي نفسها. بالنسبه للكغف راه كتجي فيه على هذا الشكل هذا، كتجي الغلاقه ديالها كلها هكا بالدوري بلينوكس. بالنسبه لهذه كيجي الثمن ديالها 100 درهم، وكاين كذلك حتى نفس الشكل وهو كتجي الغلاقه ديالها بالبومبو، كيجي الثمن ديالها 120 درهم. وكلهم كنذكر انهم راه كييجيو هكا مع هاد الاشكال هادو ديال الكؤوس، 120 درهم 100 درهم، وبالنسبه للكؤوس كيجي هكا ب 25 درهم الواحد. نكملوا ندوزو دابا لهاد الاشوار هادي اللي كتجي على هاد الشكل. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. بالنسبه لهادي كتجي فيها حتى هي كذلك ثلاثه ديال السرعات، السرعه الاولى الثانيه وفيها السرعه ديال التطراب ديال البيض. كتجي الموتور ديالها كله هكا بلينوكس، وحتى هي كذلك كتجي فيها بالنسبه للبول ديالها كيجي كيهز ثلاثه ايترو. فوالا هادي كيجي فيها بول واحد، وكتجي فيها موس هكا كيف كيبان لكم هكا على اربعه، كيجي على هذا الشكل هذا، وكيجي فيه موس واحد اخر يعني مدوبل. بالنسبه لهذا كيجي هكا على جوج، ولا بغيتو حتى هو كذلك تردو على اربعه راه كيجي معاه مدوبل، يعني كيجي هو تقدر ترجع على اربعه، وكيجي معاه كذلك حتى لا هذا لو فوي ديالها. بالنسبه لهذه راه حتى هي كذلك اون بروموسيون، كتجي الثمن ديالها ب 150 درهم، 150 درهم فقط، يعني لكم تخفيضات ساره. وكتجي لا كاليتي ديالها حتى هي كذلك ممتازه، حتى الموتور ديالها ما شاء الله كيجي روبوست. نكملوا وندوزو دابا لهاد المغميط هادي او هاد الطنجره هادي. بالنسبه لهادي كتجي كلها هكا بالزجاج، واللي زوج فيها انه تقدروا انكم طيبوها حتى كذلك فوق البوطه. هادي راه كانت جبتها لكم ديك المره كانت عجباتكم بزاف، وما شاء الله طارت كيف كنقولوا في الساعات الاولى ملي تحطات كانت عجباتكم بزاف. دابا حاليا راه متوفره في المحل. وبالنسبه لليدين ديالها حتى هي كذلك الا كنتو واخدين هاد لاكام هادي اللي فيها اليد ديالها في كتجي ما بين الاصفر والبرتقالي، راه كتجي نفس الشكل يعني كيجيو متواتين بزاف مع بعضياتهم. وبالنسبه للثمن ديالها كتجي ب 100 درهم، كتجي كلها بزوجين، كيبقى داكشي كيطيب وانتم في الوقت كيبان لكم. وحتى كذلك في التقديم ديالها كتجي زوينه بزاف، الثمن ديالها كيف ذكرت كتجي ب 100 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هذه، كتجي هذه حامل ديال الملاعق، فوالا كتجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذه كتجي هادو ديالها بالبليكسي كلاس، واللي زوين فيها تقدروا انكم تعلقوها مثلا هكا في المطبخ ديالكم، ومن تكونوا كتغسلوا الاواني تعلقوا فيها نيشان المواس والملاعق، او كذلك حتى تحطوها هكا كبريزونطوار ديال الملاعق وداكشي كامل. دونك كتجي على هذا الشكل هذا، وكتجي ما شاء الله راه غارقه دونك كتهز مزيان. وكتجي في هذا البلاطو هذا ديالها لتاس، اذا استعملتوا هكا قطاره ديال الاواني راه كيبقى هذاك تبقاو تخويوه، كتجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للثمن ديالها راه كتجي ب 100 درهم، كتجي هكا كلها بالدوغي وشكلها ما شاء الله كيجي زوين بزاف، 100 درهم فقط. نكملوا وندوزو دابا لهاد الطباسل هادو، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو. بالنسبه لهادو راه كيجي فيهم هنايا بحال سوبور على هذا الشكل هذا، التحت ديالو كيجي هكا بحال الجذور اللي بغينا نقولوا، وعاد هكا كيجي الطبسيل هكا او هاد البريزونطوار شكلو زوين بزاف. دونك كاين هاد العبار هذا كيجي الثمن ديالو ب 100 درهم، وكاين العبار الكبير ديالو ما شاء الله كيجي بحال هكا، وكيجي بالنسبه للارجل ديالو كيجي فيه هنايا فيهم لوريدات على هاد الشكل، الثمن ديالو كيجي ب 130 درهم. وتقدروا تحطوهم حتى هكا تحت بعضياتهم، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو متواتيين. فوالا الثمن ديالهم كيجي 100 درهم 130 درهم. ودائما مع الفايب ديال رمضان كاين كذلك حتى هاد السوبيغ هادي، فوالا كتجي على هاد الشكل. بالنسبه لهادي اللي زوين فيها كتجي ديكوراتيف وفي نفس الوقت عمليه بزاف، وكتجي جا مع كلشي، يعني ما كتبقاوش غادي نجي للكوزينه كتديوها غير هي، وما شاء الله فيها كلشي. فيها كيجي معها 6 ديال الملاعق بحال هكا كيجيو ديال البديع، وكيجي معها كذلك حتى لي بول ديالها 6 ديال لي بول على هاد الشكل في الرخامي ابيض، وكيجي معها المغرفه ديالها، وعاد كتجي هكا سوبيرا ما شاء الله راه كتهز مزيان، كتجي فيها 6 من كل حاجه. وعاد لو سوبور ديالها اللي كيجي كله هكا بالبومبو، بالنسبه للثمن ديالها كتجي ب 420 درهم اون بروموسيون. دابا غادي الناس اللي كانوا عارفين راه كانت نورمالمون بخصم، دابا حاليا فيها هذا العرض هذا ب 420 درهم فقط. نكملوا وندوزو دابا الجديد محلكم تخفيضات ساره، كذلك كاين كذلك حتى هاد لي سوبور هادو. بالنسبه لهادي كتجي فيها كل شيء، كتجي فيها كل ما كتحتاجوا ان شاء الله للمطبخ ديالكم. دونك نبداو ان شاء الله باول حاجه اللي هو هذا. بالنسبه لهذا انا كيجي الموس، كيجي موس صغير من الالوان راهم كاملين بحال مثلا هكا اللون الاسود كيكون الموس حتى هو كذلك في اللون الاسود، وفيها كذلك حتى اللون الكري باقي ان شاء الله نوريه لكم، كيجي حتى هو كذلك الموس ديالو في نفس اللون، وكيجي داخل فيه هنايا هذا اللون هذا البرونز. دونك بالنسبه لهذا الموس الصغير كيجي هذا الموس المتوسط، كاين كذلك حتى هذا شوفوا ما شاء الله راه كيجي كبير. دونك كل ما شاء الله كتحتاجوا الكوزينه راه كتلقاوه فيها، كيجي فيها كذلك حتى هذا المنشار هذا، وكيجي
فيها كذلك حتى هذا الموس هذا الكبير كاع، ومعها كذلك حتى هذا المقصد هذا ديالها فوالا. دونك هي كتجي كتهز هكا كلشي، وعاد كتجي معها حتى لي سباتول ديالها، وكيجي معها كذلك حتى المجموعه كامله ديال لي سباتول. دونك كتجي فيها المغرفه، كتجي فيها كذلك حتى هاد لا سباتول هادي، كتجي فيها هاد المغرفه هادي الصغيره، كتجي معها كذلك حتى هادي كوميلوش هكا اللي كتكون هكا مصفيه، وكتجي فيها هاد لا سباتول هادي كتجي مسطحه من الفوق، ومعها كذلك حتى هاد الشكل هذا، وكتجي فيها هادي ديال لي بات، كيجي معها كذلك حتى البانس ديالها الفوي، كيجي معها هاد لاسباتول هادي، وكتجي فيها كذلك حتى لابغوس ديالها، وكيجي معها كذلك حتى المقص ديال ذكرتو لكم والماس ديالها. واللزون فيها اكثر باش كتبقاو هكا غادي في نفس الدار، كيجي معها حتى القرادة ديالها. دونك هادي بالنسبه للقرادة اللي كتجي هكا في اللون الابيض، كتجي على هاد الشكل هذا فوالا. كتجي معها لو سوبور ديالها فين كتحط هكا في اللور، بالنسبه لهذه اللي كتكون هكا في اللون الاسود كتجي على هذا الشكل. وكيف ما ذكرت لكم هذا كيجي هكا اللون الكري، وراك كيجي الشكل ديال الكراده ديالو، وهذا بالنسبه للماس ديالو حتى ما كدير كيجيو كاملين بنفس اللون. بالنسبه لهادو راه فيهم دابا حاليا واحد لا بروموسيون، غادي يكونوا ان شاء الله الثمن ديالهم غير ب 250 درهم من مجموعه كامله عند محلكم تخفيضات ساره. نورمالمون كتلقاو بهذا الثمن غير السباتول بوحدهم ولا غير الماس بوحدهم، دابا حاليا كلشي وزيد كذلك حتى على الكراده ديالهم معاهم كلشي ان شاء الله غيكون غير ب 250 درهم، وراه العدد فيهم محدود. ودابا لي بول لي اكيد كتسناوهم كاملين راه فيهم دابا حاليا جديد عند محلكم تخفيضات ساره. هادو ان شاء الله ينفعوكم للطاولات ديال فطور العيد، كيشكلهم زوين بزاف، وهادو كيصلحوا لكم متعدد الاستخدامات. ديروا مثلا هكا الحلويات على الاشكال، ديروا فيهم مثلا حتى الفواكه الجافه، ولا تحطوهم غير هكا كديكور، ما شاء الله راهم كيجيو زوينين بزاف، وتبارك الله راهم كيهزوا مزيان، وكيجيو كلهم هكا فيهم هاد لاطوش هادي ديال الدوغي وبالبديع فوالا. والثقل ديالهم ما شاء الله كيجي لا كاليتي ديال النقش ديالهم، وكذلك حتى ديال الثقل ديالهم زوينه بزاف. دونك بالنسبه لهادو كيجي فيهم هذا اللون هذا، هذا اللون هذا الاحمر، وكاين فيهم كذلك حتى هذا اللون هذا الشيبي، فيهم هذا اللون هذا الغوز، وفيهم كذلك حتى هذا الشكل هذا ديال نجمه وهلال. بالنسبه للثمن ديالهم راهم ان شاء الله اون برومو، غادي يكونوا ب 200 درهم عند محلكم تخفيضات ساره، 200 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هاد التسابح هادو كيجيو على هاد الشكل. بالنسبه للتسابح كاين هاد الموديل هذا كيجي بحال هكا، بالنسبه لهادو كلهم كيجيو هكا طوالين، غير دابا انا حاطاهم بهاد الطريقه باش يبان لكم مزيان. فيهم هاد اللون هذا، فيهم كذلك حتى هاد الشكل هذا، كاين هاد الموديل هذا، وكاين هاد الشكل هذا الاصفر. بالنسبه لهادو ان شاء الله الثمن ديالهم غادي يكون غير ب 13 درهم. وكاين كذلك حتى هادو الكريستاليين، بالنسبه لهادو راه كيجيو ما شاء الله حتى هما طوالين، شوفوا تبارك الله قداش كيجيو الحجم ديالهم. بالنسبه لهادو فيهم هاد اللون هذا الشيبي، اللون الاحمر، اللون الاخضر، الكغونا، هذا اللون هذا الازرق، الازرق فاتح. بالنسبه لهذا كيجي بحال اوباك ما كيبينش، وهذا كيجي ترونسبارون شيبي، هذا كيجي احمر ترونسبارون، وكيجي فيه كذلك حتى اللون الابيض. الثمن ديالهم غادي يكون ان شاء الله غير ب 15 درهم عند محلكم تخفيضات ساره. ودائما مع الهميزات ومع التخفيضات كاين كذلك حتى هاد المبخره هذه، بالنسبه لهذه كتجي المجموعه فيها المبخره على هذا الشكل، مع كذلك حتى هاد العلبه هذه اللي كديروا فيها مثلا البخور، وكتجي معها الباس ديالها والبلاطو ديالها. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم غادي يكون ان شاء الله غير ب 180 درهم، كاين فيهم هاد اللون هذا الابيض، ومتوفر فيهم كذلك حتى هاد اللون هذا الاسود ب 180 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هاد المجموعات هادو، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو. بالنسبه لهادو اول حاجه المجموعه كتجي فيها المبخره على هاد الشكل كريستاليه، كتجي معها هاد العلبه هادي الكبيره ديال البخور، وكاين كذلك حتى هاد العلبه هادي الصغيره بتدير فيها سرغينه، وكاين فيها كذلك حتى هاد البانس هذا ديالها مع البلاطو ديالها اللي كيجي على هاد الشكل هذا. بالنسبه لهادي راه المجموعه كامله كيجي الثمن ديالها غير ب 100 درهم، 100 درهم فقط. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، كذلك حتى كهديه كتجي زوينه بزاف. ولا بغيتو تقدروا نتوما تضيفوا عليها كذلك حتى بحال هاد العود هذا، بالنسبه لهذا كيجي الثمن ديالهم 25 درهم. هادو المجموعه كامله ب 100 درهم، وهذه ب 25 درهم. كاين فيها هذه ديال الشيخه موزه، كاين فيها كذلك حتى بخور شمس الامارات، كاين فيها بخور ديال قريب لي، كاين هذا الشكل هذا ديال رومانسيه، وكاين فيها هذا الشكل هذا ديال يارا، وكاين فيها البخور ديال الصياد، وكاين اشكال اخرى دابا انا ما حطيتهمش لكم. الثمن ديالهم 25 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هاد لي بونبوني هادو، بالنسبه لهادو كيقدروا يمشيو هكا حتى بوحدهم. بالنسبه لهادي كيجي هكا العبار الصغير كيجي الثمن ديالو ب 15 درهم، والا خديتو هاد العبار هذا المتوسط كيجي الثمن ديالو ب 20 درهم، وبالنسبه لهاد العبار هذا الكبير كاع ديالو كيجي الثمن ديالو ب 25 درهم. كذلك حتى هاد التسابح هادو اللي كتجيو كديروا هكا غير في اليد ديالكم، وكتبقاو كتضغطوا من هنايا باش كتبقاو هكا كتسبحوا، كيحسهم كذلك الشكل ديالهم زوين بزاف وعاملين، واللي زوين اكثر كيبقاو كيحسبوا لكم هكا شحال
سبحتو. بالنسبه للثمن ديال هذا الشكل هذا العبار الصغير كيجي الثمن ديالو ب 8 دراهم، وكاين هذا العبار هذا الكبير ديالو كيجي الثمن ديالو غير ب 10 دراهم. وكاين كذلك حتى هذه المنظمه هذه اللي شحال وانتم كتسناوها واخيرا دابا راه متوفره في المحل. بالنسبه لهذه كتجي متعدده الاستخدامات، ولكن الاستخدام الاكثر ديالها بغينا نقولوا هو كتستعملها بالنسبه للفواكه وبالنسبه للخضار. كتجي بحال هكا كتبقى هكا كتحلوا هذه هكا من بحال هكا ملي كتبغوا انكم تخدموا بها فوالا. وحتى كدير هذوك اللي تحت هما كلهم كيتحلوا. وبالنسبه لهذه الفوق هي اللي كتجي ديرها فيكس، تقدروا تحطوا فوق منها تستعملوا كسيبور، تحطوا فيها شنو ما بغيتوا. واللي زوين فيها اكثر اما كتحطوا غير بحال هكا كسيبور كيبقى واقف، ولا كتستعملوها كذلك حتى ديروا ليها هكا الرويد ديالها وكتبقاو ديبلاسيوها فين ما بغيتوا. كيجي الشكل ديالها زوين بزاف وكذلك حتى عملي، وكتخلي لكم المطبخ ديالكم ديما هكا منظم. فوالا كتجي على هذا الشكل. بالنسبه لهذيك البلاصه اللي كتجي لتحت كتجي حتى هي كذلك فيكس. الثمن ديالها راه حاليا دابا كتجي فيها لا برومو، كتجي الثمن ديالها غير ب 380 درهم عند محلكم تخفيضات ترى متوفر فيها هذا اللون هذا الاسود. واخيرا هاد لي فاز هادو اللي شحال نتوما كتسناوهم راهم متوفرين دابا في المحل، جا فيهم دابا حاليا هذا اللون هذا الابيض. بالنسبه لهذو كتجي فيها كنص في اللون الابيض ونص هكا في اللون الدوغي. وبالنسبه لي انا هنا حاليا درت فيهم هذا الشكل هذا ديال الريشات، تحطوا فيهم شنو ما بغيتوا كيجي شكلهم راقي بزاف في الحطه. بالنسبه للثمن ديالهم راه كيجيو غير 120 درهم. هذا ولي ديما كنتو كتشوفوه عندي في المنزل ديالي كنت كنصور حدا هكا العطور. بنتمنى الناس اللي بغيو يشوفوه شوفوا غير الفيديوهات ديال العطور، غادي يبان لكم هكا الشكل ديالو كيفاش كيجي هكا في الحطه. كيجي الشكل ديالو زوين بزاف والثمن ديالو غير ب 120 درهم. واللي زوين حاليا تقدروا انكم تاخذوا معاك كذلك حتى هاد الفاز هذا اللي كيجي صغير تحطوه هكا حدا بعضياتهم فوالا بحال هكا. كيجي شكلهم زوين بزاف ومتواتي بزاف في الحطه. بالنسبه لهذا الصغير كيجي الثمن ديالو ب 85 درهم، وهذا الكبير ب 120 درهم اون برومو. و الى بغيتو ديروا معاه كذلك حتى هاد الريشات هادو بالنسبه لهادو كيجي الثمن ديالهم ب 20 درهم هاد الشكل هذا. وبالنسبه لهاد الشكل هذا كيجي الثمن ديالو ب 15 درهم. وكاين كذلك حتى هاد الفيلتخ هذا اللي كيجي ديال الماء، هذا ضروري ومهم بزاف انه يكون في كل بيت، والدور ديالو هو انه كيصفي لكم الماء ديالكم. غنشرح لكم ان شاء الله كل مرحله وشنو الدور ديالها. وبالنسبه لهذا كيف كتعرفوا دابا واخا لو بوتابل الماء صالح للشرب اللي كيكون هكا في الروبيني راه ما بقى صالح للشرب، كتلقاوه انه شحال من مره كيكون اللون ديالو ماشي هو هذاك. وحتى داك بقيتو اشاك فوا كتحلو غير داك الصفايه الصغيره اللي كتكون هكا في لافابو ديالكم راه اشاك فوا غادي يبان لكم شحال كيكون مجموع فيها ديال الحجر وديال الرمله وديال التراب وديال الكاركير كذلك. دونك باش تيفيتيو هادشي كامل وما تبقاوش اشاك فوا تشريو الماء من الحوانت، دونك هادي كتجي فريمون عملي بزاف وكتاكدوا هذا لدرجه انه حسن حتى من الماء ديال القرعه. الماء اللي كتشريو هكا من الحوانت راه هذا كيجي حسن منه بزاف حقاش كتجيو كتاكدوا انه راه مصفي 100%. الوغ بالنسبه لهذا كيجي فيه فيلخ ديال سبعه ديال المراحل. بالنسبه للمرحله الاولى فهي كتصفي لكم التراب وتصفي الماء من التراب ومن الحجر والصدى والرمل. بالنسبه للمرحله الثانيه والثالثه فهي كتصفي الماء من الكلور. بالنسبه للمرحله الرابعه كتصفيه من الكالكير. والمرحله الخامسه كتغير له المذاق ديالو. والمرحله السادسه والسابعه كتضيف له المعادن لذاك الماء باش ماشي غير كتشربوا الماء صافي فكذلك كتستافدوا منه. واللي زوين فيه اكثر انه كتجي فيه واحد الغازيرف ديال الماء اللي بعض المرات مثلا كيقدر انه يتقطع الماء وهذا كتقطع الضو بلوتو باش نتوما كتيفيتيو انه تبقى اون بان وكتاكدوا انه دائما يكون عندكم الماء. كيجي فيه هذا الغازيرف هذا ديالو اللي كيكون فيه 5 ايترو، دونك ما كتبقاو دائما عندكم تاكدوا انه عندكم الماء الصالح للشرب فالمنازل ديالكم. وسبعه ديال المراحل هذا زوين بزاف وفريمون كيهنيكم من كل مره كتاخذوا هكا دوك البيدو ديال الماء كيجي عملي بزاف. والماء ديال الروبيني ديالكم كيولي صالح للشرب 100%. واهم حاجه كتعرفوا راسكم شنو كتشربوا كيجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للثمن ديالو استافدوا حاليا من لا برومو اللي فيه دابا، راه كيجي الثمن ديالو ان شاء الله غادي يكون ب 1450 درهم فقط. الماركه الممتازه هذه هي الماركه الاولى ديالو. كيف كتعرفوا دائما يا اما كنجيبوا لكم احسن ما كاين ولا ما كنجيبوش كاع لو برودوي باش دائما كنبقاو ان شاء الله كنقولوا كتلقاو احسن غابور كاليتي بري غير عند محلكم تخفيضات صافي. فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، علاشكم ما تنساوش ملي لايك تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على زر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. الفيديو نقول باذن الله الى اللقاء.